باينه شنو نقول لك، يعني كنشوف راسي فهاد السن وما قادرهش ندير ولادي. بنتي الاخر هي صغيره محروقه من الدراسه مسكنه، ما كنديهاش الدراسه حتى ما قادرهاش نديها. ما قادرهاش نمشي مع بنتي، ما قادرهاش نهز بني الصغير ان شاء الله عنده 3 شهور. الحاله ديالي كتزاد بزاف، الاطباء كيخرجوا لي الدواء كيخرجوا لي التحاليل، ما قادرهاش نعمل هاد الشيء. انا ما قادرهاش حتى يعني نجيبو حتى المصروف ديالنا باش ناكلو عاد نشري الدواء. يعني صافي الراجل اللي كان خدام واللي كان هز الأسرة يعني جراو عليه، وزيد عليها ما كاينش شكون قابلني. عندي العوية الصغير وعندي بنيتها، كرهتي شي واحد يوقف معايا. بعض المرات كيوقع لها النازف، كنسمح في الخدمة كنقول لهم راه عندي مرا عيانة، فهمتي؟ كنمشي بحالي عاوتاني، كنجي لهنا عاوتاني خصك تشوف التاكسي باش تهبطها، خصك 100 درهم في الهبوط 100 درهم في الطلوع، بلا تدويزه بلا حتى شي حاجه، عسك الى التدويزه والمصاريف. المهم حتى بقيت كنسلف من هنا لهنا لهنا لهنا، حتى طلعت عليا 5 مليون كريت. ما عيطت لكم حتى وصلت العطام، حتى ما بقى حتى شي واحد كيبغي يسلف لي حتى شي حاجه. صافي بقى لنا الله. واحد النهار كنطيح، يعني كنغيب، كيتنفخ لي الجهه الشمال ديالي، الجهه الشمال ديالي داوني للطبيب. شافني الطبيب ودوز لي على راسي، قال لي ما عندك حتى شي حاجه، كلشي مزيان، وعطاني واحد الدواء، قال لي باش زمان يهدنك ما تبقاش هايده. ملي جيت للدار شربت وتعوجت كامله، ملي تعوجت كامله بقى صافي. من ديك هذيك بدايه المرض ديالي وانا ما بقيتش كنحس براسي ماشي طبيعي، يعني وشبرت في فراش، يعني على حساب بقى لي يدي ورجلي شحال مده، وانا بقيت شابره فراشي شهر وشي حاجه وانا شابره فراش. الطبيب دار الراس، دار مخزن ماشي زعما عندي فلوس، ملي بقيت شابره تما فراش خرجوني، يعني بقيت هذاك نفس الحاله، خرجوا لي بلعه التحاليل غاليين وديك الشيء، وعملوا لي بزاف ديال التحاليل، كيقول لي ما عندك والو، يعني ما عندك حتى شي حاجه. مني خرجت صافي مده، بقيت مشيت للرباط عند واحد الطبيب تما، خرج لي واحد الدواء تخاثر الدم، جبرت عليه شويه يعني بقيت مزيانه. كانت عندي ديك الساعه بنيته، دابا حاليا بنيته عندها 6 سنين، ودابا العائل عنده شهرين، كتب الله حملت في هذا العائل، وهي كترجع لي نفس الحاله، فهمتي؟ ومشكل كان الراجل ديالي خدام في واحد الشركه، يعني بقوه كيديني للطبيب وداك الشيء، يعني قالوا له انتي قالوا له علاش كتغيب بزاف، قال انا مراتي مريضه، قالوا حنا سمحنا حنا ما كنعرفوك ومرا مريضه، بغيتي تخدم على راسك تخدم بغيتي شي صافي. قالوا انا غايبت عيش عندي مرا مريضه وداك الشيء، ما بغاولوش وجراو عليه. ودابا فهاد الايامات الاخره صافي ما بقيتش كنقدر نجلس بوحدي، اذا جلست بوحديتي يعني راه كتشوف الحاله ديالي، ما كاين حتى شكون يمكن لي نشرب وداك الشيء. وعاوتاني كنفكر بزاف في الانتحار، ماشي في خاطري، يقدروا الناس يقولوا لي يعني هل نعال الشيطان وداك الشيء، يعني ربي اللي شهاده لي داك الشيء ماشي في النيه ديالي خصني نعملو. كيجي الله خصني نقتل ولادي، وخرجوا لي الدواء والدواء غالي بزاف، الاطباء كيخرجوا لي الدواء كيخرجوا لي التحاليل، ما قادرهش نعمل هذا الشيء. انا ما قادرهش حتى يعني نجيبو حتى المصروف ديالنا باش ناكلو عاد نشري الدواء. يعني صافي الراجل اللي كان خدام واللي كان هز الاسره يعني جراو عليه، وزيد عليها ما كاينش شكون يقابلني، يعني الاب ميت والام مريضه، العائله ما كيسقسيوش فيا، شكون هيسقسي فيا؟ هو الوالد ديالو ميتين عاود، عندي العوي الصغير وعندي بنيته، كرهتي شي واحد يوقف معايا. كيفاش تجاك هاد الاكتئاب الحاد؟ ما عرفتش، يعني بزاف د الحاجات، شوف ولادك الصغار و تينا كضيع. يعني كتشوف راسك مريضة و كتفكر فيهم؟ كتشوف ولادي الصغارين، داعي صغير مكتب الله جابو لي الله، ما كنتش خصني زيد، كانت عندي بنيته صافي، ديك الساعة رزقني الله بالعيل وزاد الحالة ديالي. كنت كنتمشى وشوية وخا يعني كنتمشى بديك تقولية، يعني كنت هايداك نهز بني ونفرح بيه، دابا حاليا ما قدرتش. دابا كنتقي يعني ملي غناكل الماء شني ما كان كنتقي، حيت ما كانش الرش ديالي يعني يجيب لي داك الشيء باش نتقي في ديك الوسطى، نتقي على حوايجي، كان هو خصو يبدل لي، هو خصو يقابلني، هو خصو باش كلشي. ها هي داك كنتقي، عيت ما نجري مشيت عند الاطباء، دابا صافي اصلا دابا ما قاليش حتى باش يعني باش نتحرك باش نمشي للطبيب، دابا صافي سمعت في راسي نهائيا. باينة شنو نقول لك، يعني كنشوف راسي في هاد السن وما قادرهش نربي ولادي. بنتي الاخر هي صغيره محروقه من الدراسه مسكنه، ما كنديهاش الدراسه حتى ما قادرهاش نديها، ما قادرهاش نمشي مع بنتي، ما
مقدرش نهز ابني الصغير شاء الله عنده 3 شهور. هي الحالة ديالي كتزاد بزاف. تخيل ما كنشرو كنردو في بلاصة اللي كتاكلو كتردو اللي كناكلو كنردو. خصي شي واحد ضروري يقابلني في الدار. دابا الراجل اللي كان خدام علينا جالس مقابلني دابا صافي، يعني ديك اللي كان ديما معيشنا باش كناكلو داكشي هو جالس. دابا حتى ابني الصغير ما عندوش باش نشيلو الحليب، نمشيو عند الروقات كيقولو شي للطبيب، هادشي ديال الطبيب ماشي ديال الروقات داكشي. خلينا فيه مشينا، كلشي جنابي كيحرقوني، جنابي كنعس الليل النهار. انا ما كنعش بالحريق، ما كناكلش بالحريق، كنقدرش نتمشى بحالي بحال بنادم. عيني كتمشى ورجلي هذا كنتمشى عليه، هذا كيخوى بيا حيت غير كيترعد لي هذا الرجل. هاد الرجل هذا كيبقى غير يترعد بحالي بحالي ما اذا فرصت عليك بحالي كتطوى بوحده، فهمت زعما الهيده، فهمت كلشي كيحرق فيه، كرش ديالها، يده، يعني اي حاجه، الراس ديالها اللي قلتي كتجي لها الضباب على عينها. المهم الراس ديالها دائما كتقول لي الراس ديالي كيحرقني بحال شي حديده كتحشى لي في وسط الراس ديالي. شنو نقول لك، كتكون ماشا هكذا مثلا غير يلاه تمشي تنوض هكذا كطيح، فهمتي؟ بعض المرات كتبقى غايبه حتى لخمسة دقائق، كتبقى غايبه مر. المشكله عاوتاني الكرش ديالها دائما كتحرق، تقطع بحال اللي شبرتي الزيز وراها هيدا وقطعتي الكرش ديالها، فهمت؟ توزويز هي كتاكل هيدا كتشبر. المهم داكشي خصها تردو، الا ما ردتوش هي كتغيب مر، فهمت؟ القلب ديالها كيبقى يحرق الا ما ردتش. عندها واحد الكره في الكرش ديالها، كنت عملت لها داك كاميرا ديال المعده وعملت لها التشريح، قال لها ما عندك والو، طلبوا لها عاوتاني واحد داك الكاميرا ديال المصارن، قالوا لها باش نشوفوا عندك يكونوا في المصارن شي حاجه، فهمتي كيفاش؟ وعاد دابا مشكله ترتق لداك الولسيس، فهمتي؟ بعض المرات كيهبط شي ما ماشي هو هذاك المستر ديالها، والمستر ديالها صغار مره عاوتاني يدخل فيها. الحمد لله الخدمه حيتاش كنت دابا ساعة، بعض المرات كيوقع لها النازف، كنسمح في الخدمه كنقول لهم راه عندي مراه عيانه، فهمتي؟ كنمشي بحالي عاوتاني، كنجي لهنا عاوتاني خصك تشوف التاكسي باش تهبط، خصك 100 درهم في الهبوط 100 درهم في الطلوع، بلا تدويزه بلا حتى شي حاجه، عاسك الى التدويزه والمصاريف. المهم حتى بقيت كنسلف من هنا لهنا لهنا لهنا، حتى طلعت عليا 5 مليون كريدي. ما عيطت لكم حتى وصلت العطام، حتى ما بقى حتى شي واحد كيبغي يسلف لي حتى شي حاجه، صافي بقى لنا الله. هادشي انت اللي كتعرف دابا عاوتاني مع البعد، فهمتي كيفاش؟ مع هي بوحديتها ما كاينش اللي عمر عليها، ما كاينش هذيك، وكتبقى بوحديتها. انت اللي كتعرف الانسان كيكون بوحديته شنو كيوقع، فهمتي؟ كتجي له الاكتئاب وكيقناط، فهمتي؟ المهم اللي تركب لها هادشي دابا ديتها عند الطبيب في كازا تما، عند الدكتور قيبي الوافي، فهمتي؟ خرج لها الدواء، غير الدواء اللي خرج لها 2700 درهم، ما قدرتش نشري لها حتى شي حاجه. المهم قال لي ضروري هاد الدواء خصو، قال لي مزيان ملي جبتيها بعد، قال لي خصها ضروري يعني باش تعالج، قال لي خصها تخرج يعني وتفوج وترتاح، فهمتي؟ دابا انا ما قدرش نوفر هاد الاشياء، انا حتى المعيشه اليوميه دابا ما قدرش نوفرها، دابا غير هكذا والسلام. كنطالب الناس يساعدوني نتعالج، ودابا حاليا يعني اللي يقدر يعاون الله يوقف مع دابا الزوج ديالي عليه 5 مليون كريدي على حسابي، حيت عامل لي ريمات بزاف وداك الشيء، وداك يعني داك يسلف مع عند بنادم كيوعدو وكيقولوا انا غادي نعطي لك في الاخر. دابا حاليا الناس كيهادو كيقولوا الا ما عطيتينا شي فلوس زينه شنو نعملوا لك، شنو نعملوا لك، يعني بحال قوه ما بقاش يقدر يخرج. وكنطالب الناس يوقفوا معايا حيت انا عندي العيال صغارين، اي ام غتحس بيا شنو كنقول، حتى شي واحد ما كتسقب كبده ولادها. اللي كتشوف ولادي قدامك صغارين محتاجين ليك، انا عندي بنيتي الصغيره كتطلب غير مدرسه، ما قدرتش يديها مدرسه ولا نوفر لها مدرسه. عندي العيل الصغير، اي واحد كيشوفني كيقول الله يوقف معاك كما وقفوا معايا، حيت كنتقطع بالليل والنهار بالحريق، ما كنعش، كنتمنى غير نتمشى حتى انا، ما كنقدرش. هادشي اللي كنطالب الناس يوقفوا معايا. طيب وقف معاهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.